إخواني الكرام، في إطار الحديث عن قضية الصحراء مرة أخرى، كما تعلمون وكما تذكرون أنني حدثتكم من قبل عن الرئيس الكيني. هذا الرئيس الكيني الذي عندما وصل إلى السلطة وفاز بالانتخابات عشية إعلان انتخابات الرئاسية ورح ينصبوه، دار تغريدة قرر فيها طرد البوليزاريو وإنهاء الاعتراف بالبوليزاريو. وهذا الرجل أصلا كان نائب رئيس وكانت عنده علاقات جيدة مع المغرب، وكان من الذين لديهم رؤية ضد الأطروحة الجزائرية التي تدعم فيما كان يراها حركة انفصالية تهدد الوحدة الترابية للمغرب. غير أنه كما كشفت لكم سارع العسكر وأرسل وفودهم، وأخذت كينيا على حسب مصادر تحدثت إلينا من الجزائر ما يقارب 3 مليار دولار تحت الطاولة ومساعدات وأشياء كثيرة، كل فقط حانه تم إلغاء الأمر وتراجع طلب أموال لدولته وهو مقبل على مرحلة رئاسية جديدة وأولى. خلي نجيب دراهم خير من الحكاية هذه وخلي الوضع على ما هو عليه. غير أنه في الأمم المتحدة مؤخرا على ما يبدو أنه أراد أيضا ابتزاز الجزائر، خلاص اشكال، وعلى باله باللي النظام الجزائري إذا أردت أن تحلبه قل له الصحراء الغربية مش مغربية، وإذا أردت أن يطاردك أبد الدهر إذا كنت فرد وخاصة جزائري قل له الصحراء الغربية مغربية، أو على الأقل قول الجزائر لا دخل لها في هذه القضية، أو أنصف وأوصف الواقع كما هو كما فعلت أنا، مشيت هناك ووصفت الواقع كما هو. هذا هو. اسمعوا خلينا نشوف الرئيس الكيني واش قال في الأمم المتحدة، وبعد ذلك نزيد ونكمل التعليق على خيبات هذه الدبلوماسية التي فشلت في كل شيء، والصراحة أن المغرب انتصر على الجزائريين اللي ناصروا هذه القضية، هذه الحقيقة، انتصر عليهم. وأنا شخصيا كل من الذين يدعمون البوليزاري، رحت هناك لقيت صحراويين يقولوا نحن نطالب بتقرير المصير، نحن تربينا على هذه الأسطوانة نصرتها، لكن لما رجعت هناك يا ناس وجدت الأسطوانة كلها كذب في كذب، وتأكدت يقينا أن الجزائر انهزم والمغرب انتصر في قضيته، وتأكدوا يقين أنها لو لم تكن قضية عادلة ما انتصر فيها. خلينا نشوف وش قال الرئيس. دعوات إلى مساعدة هايتي وتحويل بعثة الدعم الأمني إلى قوة حفظ سلام. ناشد الرئيس الكيني ويليام روتو جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التضامن مع شعب هايتي من خلال تقديم الدعم اللازم، مضيفا أن بلاده ستنشر قوات إضافية اختيارية في هايتي لتحقيق هدف نشر 2500 ضابط شرطة بحلول كانون الثاني يناير من العام المقبل. خلينا بعد ذلك وش راح يتحدث. أنا نروح أهم نقطة قالها، نبحث لكم على أهم نقطة قالها رئيس هاي. وأكد أن التمويل الجيد كذا كذا لعمليات العملية التابعة للاتحاد الإفريقي ليست مجرد أولوية أفريقية بل ضرورة عالمية نظرا للتعقيد والطبيعة المترابطة للسلام والأمن الدوليين. وقال إن بنية الأمن الدولي القائمة التي يمثلها مجلس الأمن الدولي لا تزال تعرق الجهود الرامية للحفاظ على السلم والأمن والدوليين. وقال إنه من غير المقبول أن يتم استبعاد 54 دولة إفريقية موطن مليار و400 مليون نسمة، بينما يسمح لدولة واحدة باستخدام حق النقد ضد قرارات الدول الأعضاء 193 المتبقية. ذكر 54 دولة، تذكر 54 دولة، ما قالش 55 دولة إفريقية، من المفروض يقول 55 دولة إفريقية. هاي يتكلم على موجودين في أفريقيا. قد يقول لي قائل أنه يتكلم عن الدول الأعضاء في مجلس في الأمم المتحدة، حقيقة 54 دولة عضو في الأمم المتحدة،
هذا اللي في الاتحاد الافريقي، وكاينه واحد الدوله اخرى عضو في الاتحاد الافريقي هكذا، هي جمهوريه البوليزاريو، هذه كما هيش عضو في الامم المتحده وغير معترف بها. من المفروض واش يقول؟ يقول 54 دوله عضو في الامم المتحده الى جانب دوله اخرى ليست عضو في الامم المتحده وهي عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي، او يقول 54 دوله زائد دوله اخرى راهي عضو في الاتحاد الافريقي وغير عضو في، يشير بها لانه هو يعترف بها، لكن ذكر 54 دوله. اولا لانه على منصه الامم المتحده لا يتحدث الا باسم الدول التي يعترف بها للمعترف بها في الامم المتحده، هذه اولا. ثانيا من المفروض هنا راه يعبر على ما هو عليه امر كينيا، مش تعرفوا بانه الاعتراف نتاعهم هذه كل هي عباره عن بيزنس تابع وزاره التجاره، والله وزاره التجاره ولا وزاره الماليه، وان كانت تدار من طرف وزاره الشؤون الخارجيه في هذه الدول، راهي وزاره الخارجيه تتحرك تجيب الفلوس تعطيها لوزاره الماليه، هذه الحكايه. غدوه تقطع الجزائر الفلوس عليهم سترونها انا نظرا لتحديات ومش نعرف وتطورات، ولا يجي رئيس واحد اخر يعلن مباشره موقف اخر جديد. لانه لو كان هذا الرئيس حقيقه مؤمن بان هناك دوله في افريقيا اسمها الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه لذكرها، حتى لو لم تكن عضو في الامم المتحده، بل فيهم اللي تكلموا وتكلموا عن دوله فلسطين اللي هي ما زالت سلطة وغير معترف بها رغم أنه اجتمعوا، لكن ما زالت لم يعترف بها مجلس الأمن ولا تتم الإجراءات اللازمة حتى تصبح دولة كاملة العضوية، أعطوا لها درجة أخرى أكثر من درجة سابقة وانتهى الأمر. رغم ذلك دائما ما يتكلمون على دولة فلسطين وحقوق الفلسطينيين وما إلى ذلك من هذه. لو كانت هذه القضية كما تدعي الجزائر، ها هو لو كان رئيس آخر إفريقي لا يعترف بها، أو أنه في المنطقة الرمادية لا يعترف بمغربية الصحراء ولا بغربيتها مثلا، هكذا راه تبع في مسار الأمم المتحدة وانتهى الأمر، نقول قرب 50. لكن رئيس كينيا بحد ذاته الذي أثار الجدل في فترة معينة على هذه المسألة، أعتقد بأن هذه الحكاية وراها قضية معينة تتعلق بابتزاز الجزائر، خليها يقول هكذا وراح تشوف. هو يعرف يا جماعة الجزائر راهي مستعدة تقسم ثروات الجزائريين من أجل أن يبقوا الدول هذه يعترفوا بمغربية الصحراء، بغربية الصحراء ويعرفوا بوليزاريو ويناقضوا المغرب في قضية مغربية الصحراء، مستعدين يا جماعة. الشعب الجزائري الآن راهو في معاناة كبيرة، بدل هذه الثروات التي توزعها من هنا وهناك من أجل بناء أو صناعة دولة سادسة في المنطقة المغاربية التي هي من سابع المستحيلات، من أجل وهم كبير ما يدري شو هي فائدة الجزائر. فائدة الجزائر يا أبناء الإي أنهم تكون علاقاتهم جيدة مع جيرانهم وأهم ذلك مع المغاربة، بدل أنك تهرب الطرقات والحدود ومش عارف واش وتصرف أموال طائلة وترفع من ميزانيات الحدود هذه، كانت الحدود راهي آمنة ومستقرة والأموال هذه اللي تصرفها روحها عاون بها الجزائريين. بدل أن الجزائريين يدوا الكهرباء غراتوي، الجزائر راهي عندها الكهرباء وراح تمد فيها وراح تمد فيها تونس، وأرسلت حتى إلى لبنان ومستعدة تمد لدول أخرى، والشعب الجزائري كل تعرف ماذا يدفع في فاتورة الكهرباء. الجزائري من المفروض راه ما يخلصش الغاز، الغاز مجاناً كما هو الحال في قطر وبعض الدول الغنية بالغاز، المواطن ما يدفعش الغاز، بلد غنية بالغاز، الجزائر يشوف كم هي فواتير الغاز. وروح شوف ليسونس والغازوال ومش عارف واش، رغم أيضا أن هذه المواد أصلا تضر حتى بالسيارات بسبب الرداء اللي موجودة في كل شيء. بدل أنك تفكر في مستقبل الجزائريين، بدل أنك تصنع مستشفيات للجزائريين، باقي تدفع لي في الاموال الكينيا الرئيس الكيني باش يتراجع على طرد البوليزاريو، يطردهم ويدير بهم باتيسري، يدير بهم كسكروتي، يشويهم، الله يسهل عليه. انا يهمني المواطن الجزائري. يا جزائريين المزيريه اللي راح تعيشوا فيها، راكم تعيشوا فيها راهي بسبب ثرواتكم راهي تذهب الى جهات ما عندكم فيها حتى فائده. يعني تروح تفرض التاشيره على المغاربه. العالم كل دول قليلة اللي عندها الحق تروح للجزائر بدون تأشير.
دول تفتح في الابواب باش يجوا الناس، باش تشجع السياحه، باش تدخل مداخيل خارج اطار نفط الجزائر خلقوها كزرنا. اكبر عدد في تاريخ الجزائر اللي ممنوعين من مغادره التراب الوطني هي في هذه المرحله. الجزائر اللي يخرج من العسكر ممنوع يغادر التراب الوطني، اللي عنده شويه فقط يقول كلمه يجي يروح يلقى، ما عنده قضيه وما عنده شيء، يوصل الحدود يقولوا له لا راك في قائمه ممنوعين من التراب الوطني، الدخول البطر الخروج من التراب الوطني، الله اعلم ما يدريهاش. واحد تلقاها عنده بنت وجا خطبه واحد عسكري ما حبش يمدها له، غدوه يلقى روحه ممنوع من مغادره التراب الوطني. هذا الذي يحدث في الجزائر. جزائر العسكر شي دوله راهي تكون دوله قوانين، دولة مؤسسات، دولة قضاء، دولة برلمان حقيقي منتخب يدافع عن الشعب ويقف وجه هذه الأجهزة حتى لا تتغول على الشعب، مش أن دولة يدفعوا أموالهم وشوف كيفاش يصفعوهم. ها هو دفعتوا له مليارات وأموال طائلة حتى راح الأمم المتحدة لم يذكر لكم الصحراء، لأنه لو ذكرها لازم يكون دفعتم مسبقا. هذه بلاد، هذه هذه بلاد رحتوا صنعتوا حكاية للمغرب باش يصفوا حساباتهم معاه، كلفتنا أكثر من 500 مليار دولار، هذا في أقل الأحوال وربما المبلغ أكثر. أتدرون اللي نسلم فقط جدلا أن المبلغ 500 مليار دولار، أتدرون 500 مليار دولار قداش راح تبني لنا المستشفى راقي؟ مليار دولار يبني لك أرقى مستشفيات، يعني 500 مستشفى 500 مستشفى من الطراز الرفيع ومجهز بكل الأجهزة اللي موجودة في العالم. ما يروحش الجزائري الآن باش يروح يداوي لازم يروح لتونس، باش يشري دواء لازم له الأوردونانس يبعثها في الفيسبوك، ربما يطلع عليها واحد ابن حلال يعيش في أوروبا يجي يروح يديله باطة تاع دواء صدقة جارية. يا ناس ما الذي يحدث في هذه البلاد؟ أموالنا وثرواتنا تعطوا فيها للدول الإفريقية وصارت تبتزكم. روح عالج الأمر مع المغرب مباشرة، ما الذي سيستفيده الصحراوي باش يكون عنده دولة؟ هنا نحن استقلينا في 62 والجزائريين الآن يهربوا إلى المستعمر أمس لينجو بجلده من بلد لا مستقبل فيها، علّه يجد مستقبل آخر من وراء البحار، حتى لو اقتضى ذلك أن يتزوج عجوز عمرها 70 سنة وهو عمره 25 سنة. ورأينا الكثير من هذا الموضوع. أبائنا شاهدوا المستعمر الفرنسي، ونحن كي نبقى في الظلم والاضطهاد والسجون، حماتنا فرنسا كثر خير. أنا لما جيت لفرنسا طلبت اللجوء، جيتهم وأنا أعاني من شتى الأمراض بسبب السجن والتعذيب، عالجتني فرنسا. واعطت لي حق اللجوء، ليس انه مزيه كما يتصوروا فيها ولا شيء، لا، قوانين قوانين ومواثيق دوليه تفرض عليها تعطيك حق اللجوء بلا مزيه منها. روحوا شوفوا برباس والاماكن هذه وفي مارسيليا وغيرها، تشوفوا الجزائريين وابناء شهداء وابناء المجاهدين يتسول باش يبدي جواز لمده عام، بلد اللي ضحت عليها الاباء واجداده، ضحوا عليها اباء واجداده، سير باش يدي الجواز مزيه فيه وهارب وعايش ومشرد في بلاد المستعمرات. ما الذي استفدناه كجزائريين عندما استقلينا ثم بعد ذلك جاءنا مستغلون فاسدون وتسلطوا علينا وظلمونا واحتقرونا وسجنونا وعذبونا وهجرونا ودفونا وحرمونا من بلدنا؟ وتظنوا انهم بهذا راح يصنعوا دوله للبوليزاريو راح يلقى فيها الصحراوي كرامته وعزته؟ أنا رحت للصحراء والله وجدتهم ناس عايشين بكرامتهم يخدموا في، تعرفوا الحكم الذاتي هذا اللي يتكلموا عليه، صدقوني راه منفذ. عندما تروح تلقى البوليس صحراوي، العسكري صحراوي، الجودارمي صحراوي، اللي قاعد يكاف في تحركاته يحمي في الحدود من طرف حتى لا يتسلل جماعة البوليزاريو، صحراوي وأبناء عموته موجودين في المخيم، رئيس البلدية صحراوي، رئيس مش عارف واش، المسؤولين المحليين في البرلمان، فيهم وزراء وما إلى ذلك من هذه الأمور، وتجي أنت تدفع لنا أموال الجزائريين لا لشيء إلا لمعاكستنا. رغم أن المغاربة منذ أيام فقط كنت في المغرب، قضيت أسبوعين في المغرب، فورب العزة لم أجد من المغاربة إلا حب الجزائريين، ومن يقول غير هذا فهو كذاب. لا تصدقوا أيها الجزائريون
ما يسوقه لكم هذا النظام الكذاب ليبرر عمليات نهب الأموال يراهم يدوا في شكاير للدول باش تعترف بالبوليزاريو، وطبعا نسبة روح الحساب فلان وعلان الموجودين في الخارج يسرقوا لكم في أموالكم باسم هذه القضية ويسوقوا لكم في وهم أن المغاربة يتآمروا عليهم. ورب العزة لو أن الجزائر يحدث عليها عدوان ربما يهرع المغاربة أكثر من الجزائريين أنفسهم للدفاع عن هذا البلد الذي يحبه. وبعد ذلك تجي تفرض التأشيرة، شكون اللي راح من المغاربة يجوا للجزائر إلا العائلات المشتركة؟ ما اكتفيتش أنك تغلق الحدود ما بيناتهم عائلات بجنب بعض، ورجعوا إلى الروبورتاج بتاع حدود العسكر كيفاش ماذا أوردت فيه وأني أعدت مؤخرا مرة ثانية حتى تشاهدونه، عودوا شاهدوه وشوفوا. ما اكتفيتوش بهذا، يا خلي نحرموا العائلات. الآن الجزائري اللي عنده جنسية مغربية والجنسية جزائرية راح يعاني الأمرين من طرف سلطة حول الجزائر من دولة إلى كسرنا، وفي الكسرنا لا يوجد إلا السجون وملاهي وقاعات الكاسينو. هذا الذي يحدث فيها هذا البلد. إذن مليارات راحت لكينيا، وكينيا لم يجرؤ على ذكر قضيتكم داخل الأمم المتحدة، لأن الشيء الذي يؤتى بدفع المال سيزول أيضا عندما لا يدفع المال. والأيام سجال بيننا. والظهر كلا.